مكان الضلوعية يعتبر معلم تاريخي لهذه المدينة، ويعتبر الركيزة الأولى لبناء هذه المدينة، حيث بني عام 1677 وانتهى بناء عام 1681، أي ما يقابل عام 1088 هجري 1092 ميلادي هجري. وهو معلم تراثي من ضمن معالم كثيرة موجودة في هذه المدينة، والذي عانى الكثير من الإهمال، وكما تلاحظون بأنه أجزاء من هذه البناء قد تهدمت، وكذلك امتدت يد الاحتلال الأمريكي في هدم هذا الجزء الشرقي منه، والذي يمثل البوابة الرئيسية لخان الضلوعية، حيث تم تجريفه منتصف عام 2005، وبقي هذا الخان على هذا المستوى من الإهمال. وفي فترة من الفترات ومن كثرة المطالبات من قبل أشخاصكم ومن قبل القنوات الفضائية اللي التقينا بها، تم مناشدة كل الجهات المعنية، سواء في وزارة الثقافة، الآثار، الحكومات المحلية، الحكومة المركزية في بغداد، لإعادة هذا الصرح التراثي العظيم الذي يمتد على مدى ما يقارب الأكثر من 3 قرون، أي ما يقارب 4 قرون، وكان مكب للنفايات ولفترة من الزمن، وكذلك جراج للسيارات، ولا زالت آثار الإهمال واضحة على هذا المعلم الحضاري. فعلا يعني تقدر تقول بأنه هو هذا الركيزة الأولى لإنشاء هذه المدينة، مدينة الضلوعية، قبل أن تسمى بمدينة الضلوعية، مثل ما هو معروف بأنه هذا خان من بين مجموعة من الخانات التي بنيت في زمن محمد الرابع السلطان العثماني في زمن حكم عمر باشا في بغداد. فهذا الخان اعتبر معقل، او مثل يعني ما نقول يعني بانه منطقة إيواء وسكن للحجاج الذين يأتون من تركيا، وكذلك الزوار العتبات المقدسة الذين يأتون من إيران لزيارة مدينة سامراء. فكان هذا الخان هو مأوى لهم، وكذلك حماية لهم من اللصوص وقطاع الطرق في تلك الفترة. فكان هنا المبيت وتقديم الخدمات من الأكل والشرب، لحين تنقلهم إلى مدينة أخرى.